بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني، النهاردة حلقة مميزة بضيفة مبدعة تحدت كل العقبات. هي ضيفة نموذج مشرف للمرأة المصرية، بجد نورت البرنامج النهاردة وجالي تساؤلات كتيرة جدا هنعرفها النهاردة. ليه التفصيل عامة بيخص المرأة مش الرجل؟ وليه دايما التريكو برضو يخص النساء مش الرجال؟ جالي السؤال ده كتير جدا. النهارده هنعرف كل التساؤلات دي واكتر مع ضيفتي الجميله صاحبه اكاديميه فينوس الاستاذه اميره احمد. نورت اهلا البرنامج، اهلا بحضرتك، نموذج يسعد جميل مشرف ربنا بجد يخليكي، للمراه المصريه، ربنا يخليها. الناس كلها بتشكر فيكي وبتحبك جدا، الحمد لله رب العالمين، وده سر وجودك معنا النهارده الله وعايزين يخليك نعرفه. ان شاء الله. عايزين نعرف ليه التريكو او التفصيل بيكون للمرأة مش للرجل في أكتر في التعليم؟ هو والله ممكن يشمل الاثنين، ممكن يشمل الرجل والمرأة، بس هو الأكترية أو الأخص للسيدات، لأن دايما السيدات أغلبية الوقت متفرغة أكتر، فعلشان كده بتدي وقتها أكتر لموهبة أو لهواية هي بتحبها. تمام. إنما بالعكس ممكن في رجال كتير جدا جدا يتعلموه، بس يمكن إحنا عشان شعب مصري دايما بنبص لحاجة إن ممكن موضوع الأعمال اليدوية، غير طبعا التفصيل لأن في ترزية طبعا. وفي بيوت أزياء وأغلبيتهم طبعا رجال وكده، بس بالنسبة للحرف اليدوية ككروشيه أو كتريكو أو أي شغل هاند ميد عامة، للأسف الرجال يعني بيستعبوه شوية. بس بالعكس والله هم لو حطوا دماغهم في الموضوع ده هيبدعوا، وهيبدعوا كتير كمان. هيبقى ابداع. اكيد اكيد، بدايه في انجلترا وفي الدول الاوروبيه في اماكن مخصصه للرجال بيقضوا فيها اليوم الاوبن داي بتاعهم، معقولة؟ بيشتغلوا في اعمال يدويه جميله جدا. ما شاء الله. طب انت جاتلك الفكرة منين او ازاي تخصصتي في الموضوع دوت؟ وايه الاكاديمية الجميلة واراء الناس الله يخلي الحب حضرتك، ده؟ الحمد عايزة لله. اعرف ايه فكرة الاكاديمية وبتقدمي فيها ايه؟ فكرتها من البدايه ده كان حلم من وانا صغيره، كنت كان فعلا حلمك؟ بتمنى ان انا فعلا فعلا اتقن موضوع التفصيل ده، كنت حباه فدايما بطبقه على نفسي. فقلت توفيق طبعا ربنا قبل كل شيء، الحمد لله رب العالمين. ففكرت وقلت ليه ما احاولش ان انا اترجم ده لشيء واقع، شيء ملموس بالفعل، احاول ان انا اساعد الناس اللي حواليا، بحيث بالفعل هم كل واحده فيهم او كل سيده فيهم تقدر تبدع في الحاجه دي وتستخدمها كاما حرفه كاما عمل يدوي تتقنه وتبقى حابه انها تنفع ببيتها واللي حواليها. فالحمد لله رب العالمين بدات اخوض التجربه دي، اديت الاول في اماكن وفي سناتر كتير الحمد لله، وبعد كده قلت لا احاول بقى ان يبقى ليا المكان بتاعي الخاص بتاعي. فالحمد لله ده كان توفيق ربنا انه خلاني اخوض الخطوه دي، والحمد لله لما خطوت الخطوه دي الحمد لله نالت اعجاب ناس كتير، والحمد لله حققت نجاح كويس. ما شاء الله، انت نموذج مشرف بصراحة. عايزة اقول انك ما شاء الله واخدة شهادات تقدير برضو الحمد كمان. لله. عايزين نعرف اخدتيها اكاديمي ولا كهواية وحرفة؟ الاول كانت موهبه، وبعد كده الحمد لله رب العالمين بدات اقرا كتير، وبعد ما قرات كتير بدات الحمد لله اخد كمان كورسات، فاخدت نلت شرف ان انا اخد كورس لايد مديره الاستاذ فتحي خليل صاحب اصلا اكاديميه فينوس اللي هي اول ما شاء اكاديميه الله، موجوده في مصر دي ومجله اول فينوس اكاديميه بالظبط لتعليم التفصيل لتعليم التفصيل. بالظبط. فبناء عليه الحمد لله لما خدت من تحت ايديها الحمد لله الكورس ده الحمد لله رب العالمين بدات اشتغل على نفسي كتير قوي، الحمد ولما لله. اشتغلت على نفسي الحمد لله وصلت المكانة بعد وقت وعمر طبعا ان انا اوصل ليها الحمد لله رب اكيد العالمين. طبعا، انت ما شاء الله عندك اكاديميتين الحمد صح، لله، واحد في شبرا وواحد في مدينة نصر. شبرا ومدينة نصر. طب يعني انت بتمشي السيستم او اليوم ازاي في الاكاديمية دي؟ او بيبقى ليها ميعاد معين؟ هنا ايام وهنا ايام، ما بيوقوش الاثنين في يوم واحد. يعني تفصيل مثلا نقول يومين في الاسبوع. لا ده ممكن بالنسبة لا لكل مكان بيختلف، يعني مثلا في فرع مدينة نصر بيبقى فيه حوالي 3 أيام، وفرع شبرا برضو بيبقى فيه 3 أيام 3 ايام في الاسبوع بالظبط، للتفصيل. بس بيدخل معاه بقى الأعمال اليدوية التانية على حسب بقى رغبة المتدربات إن هم فعلا عايزين يتعلموا الكروشيه ولا لا. بس فعلا الظاهرة الأكتر دلوقتي إن أغلبية السيدات مايلة لتعليم التفصيل، بتاخدها كمان كدخل عايزة تتعلم كدخل. عشان تقدر تحقق دخل وتساعد بيتها وتساعد زوجها، حتى لو حرفة تانية مع العمل الأساسي بتاعها. فعلا في ناس كتيرة بتتعلم الموضوع ده عشان يبقى تفتح مكان او مشروع او تجيب مكنة وتشتغل ده كتير ويبقى جدا دخل دلوقتي. ليها، مش كده؟ طيب هو في فرق بس بين التفصيل وبين التصميم، ان انت مثلا تصممي الديزاين نفسه. الديزاين نفسه. طبعا التصميم انك تكوني بتعرفي ترسمي او الافضل يكون عندك موهبه الرسم عشان تقدري ان انت ترسمي الديزاين نفسه. بس دي بقى انا قابلتها مع ناس كتير، ناس كتير خدوا ديزاينات
بس للاسف ما عرفوش يصمموها بالفعل. اه لا، فدايما لما تجيلي واحده تقولي انا عايزه اخد الديزاين الاول او تعليم التشكيل على المانيكان الاول، اقول لها لا، اتعلمي التفصيل، لان تعليمك التفصيل في الاول هو اللي يقدر يخليكي توصلي لدول بمنتهى السهوله. انما لو بالفعل دخلتي في رسم الديزاين، يبقى انت اتعلمتي رسم انما ما طبقتيش اي حاجه بالفعل. فعلا صح، يعني التطبيق العملي ان هي تتعلم التفصيل الاول بالظبط، وبعد كده تصمم ال سهل جدا. اصل هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. التصميم سهل ان انا اجيبه جدا جدا من اي مجله، من اي نت، من على الكمبيوتر، من اي حاجه، انما ان انا اطبقه وترجمه بالفعل صعب. صعب اه ان هي يعني ممكن تصمم الديزاين بس ما تقدرش بالظبط، تفصله. فعلا ناس كتير جولي كده. طب هو لازما يعني المصمم لازم يكون بيعرف يفصل؟ هو يفضل لو هو عايز يشمل الموضوع كله من بابه، اه انما في ناس بتختص انها تكون مصممه بس، يعني ايوه فاهمة. تصمم بس في ناس موديلات مش بتصمم اكتر. بس بالظبط وبتسيب حد يفصل التصميم اللي الديزاين او التصميم اللي هي عاملاه. بالظبط، انما انا بحاول دايما اقول لها ليه ما تاخديش تملكي الجزئين الاتنين، بس صح انت تكملي نفسك في ده وفي ده، بس في الارجح وفي الافضل ان انت دايما تكوني متعلمه التفصيل بس اصلا. في ناس يا استاذة أميرة يعني انا من ما بعرفش ارسم والديزاين ده بيبقى محتاج رسم، تمام، في ناس ما بتعرفش ترسم هقول بس لحضرتك على حاجه، بيبقى في خيالها عايزة تعمل فكرة، تقدر يعني توفق الحاجات دي ازاي؟ تقدري ما دام حطيتي الفكره في دماغك وشكل الموديل نفسه تقدري تترجميه ما دام بتعرفي تفصلي. ما شاء الله. يا هقول لحضرتك على حاجه، اه احنا ممكن نشوف موديل موجود دلوقتي ممكن المحه وانا ماشيه في الشارع، تمام حطيته في ذهني او في اي محل او كلام من ده. طب انا اترجمه لو بعرف اعمل تفصيل سهل جدا جدا، انما لو مش بعرف ارسم مش هقدر ان انا اترجمه واحطه على صح الورق وارسمه كديزاين. فعلا. فده بقى اللي بتكلم فيه. بالعكس، يمكن انت كمان تشوفي موديل تحطي التاتش بتاعك بقى، تضيفي له اه مسات تانية، تغيري من شكل، دخلتي في كذا شكل وكذا ستايل لمستك يكملوا بعض. انتي. بالظبط، طب ايه سر حب الناس ليكي؟ توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. يعني الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اما بنعمه ربك فحدث، هو اللي فعلا حبب الناس فيا، والمعامله الطيبه، طبعا لاني انا واخد المجال بتاعي مش مجال حب. استغلالي قد ما مجال ان انا ازاي اخلي اللي موجوده معايا في قلب الكورس بفضل من الله سبحانه وتعالى تخرج من عندي الحمد لله رب العالمين واقف على رجليها. ما شاء الله. حتى لو هي، انا مش عايزه اقول لحضرتك ان انا بيجي لي ساعات ناس اميات. ايوه كنت لسه هنسأل سؤال في اللي جاي. لو دلوقتي انا عندي مثلا بنوته ما كملتش تعليمها او ام يعني مغلوبه على امرها مش متعلمه، فنفتح لها او نعمل مبادره للتفصيل عشان تدخل دخل ليها، ما تحتاجش لحد ما تسألش حد. تمام، فعايزين ان شاء الله نعمل مبادره مع حضرتك في برنامج شكل تاني، ده اي حد اكيد، عايز يتقدم ان ده شاء انا الله تحت امركم، للاكاديميه تحت امرك. بالظبط، باذن الله. دي مفاجاه بقى برنامج شكل تاني. انا دايما يا استاذه اميره يعني دايما بجيب نماذج فعلا مشرفه الحمد لله. بجد الحمد لله. برنامجي من اول حلقه لحد ما انت شرفتيني ولسه في حلقه ان شاء الله ان جايه يوم شاء الله، الثلاث الناس تستنانا. بجيب نماذج بجد هي معطاءه، ناس جواها حاجه عايزه تديها، مفيش استغلال، لان دلوقتي بقينا في اكاديميات كتيره جدا بتستغل الناس. صح، دي حقيقة. يعني دي دعوة للناس على الهواء، طبعا التليفونات على الشاشة ان هم يتواصلوا مع حضرتك إن شاء الله، ان شاء الله بإذن الله، ونمد ايدينا المساعدة للي عايز يتعلم تفصيل. تمام، بتاخدي من سن كام؟ واللي متعلم يعني اميين زي ما انت قلتي تقدر تتعلم وتكمل حياتها. بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا دايما بسال كل واحده بتتصل لي بتقول انا عايزه اخد الكورس، بس الاول حاجه حضرتك متعلمه ولا لا؟ فتقول لي مثلا ايه، انا تعليم بسيط او للاسف انا مش متعلمه. أيوة. اوجهها بقى اقول لها ايه، طب هقول لحضرتك على حاجه، علشان احنا بنرسم موديلات وبنرسم باترون فده ممكن يكون صعب عليكي شويه، فبنعمل ايه، بقول لها نبدا الاول بالتصليحات عشان تقفي على رجليكي وتعرفي يعني بدايه ايه الف ب مسكه الابره والخياطه، وبعدها لما بتتقن التصليحات، لان هي ممكن تكون عايزه انتاج سريع، تمام فبنبدا بالفعل نقدر نتعلم ازاي نتني العبايه، ازاي نضيق، ازاي نقص البنطلون، نقصره، نبدا نعمل فعلا حاجه نركب صح سوسته كده، بدليل ان التصليحات دي دلوقتي اتمنها غاليه جدا جدا جدا. فعلا والله فانا دي عليه، حقيقة. فانا ببدا معاهم بدي، بقول لها لو عايز تبداي مشروع بسرعه ابداي بدي عشان انت هتاخدي وقت في فعلا. التعليم. طيب هو في مداخلة يعني مصممة ان هي تكلم حضرتك. طيب اهلا وسهلا. استاذة آية من مدينة نصر. الو. الو، ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. انا ايه، انا باخد الو الخط فصل.
بس هي تقريبا بتاخد معاك كورس. شكلها كده. اه لانها بتقول انا باخد طب حاولي تتصلي علينا تاني يا ايه. ان شاء الله. آه ما شاء الله انت يعني عايزه اقول لك حبايب كتير الحمد التليفون لله ما شاء الله يعني مش بطل. توفيق ربنا اللهم لك الحمد لك الشكر. زي ما بقول لحضرتك انا ببدا من البدايه ان انا حابه ان انا اوصل للناس المعلومه. حتى اكتر حاجه بتزعلني لما بكون بدي مجموعه مثلا معايا بقول لهم درجه سعاده الموضوع ده بيبكيني، بقول لهم انا بديكم باثر معاكم في اي حاجه، حبيبتي بيقولوا لي لا يا مدام اميره والله. اقول لهم خلاص انا عايزاكم تثبتوا وجودكم صح في خلال الفتره اللي احنا بناخد فيها الكورس دي، اعملي وغلطي مره واثنين وثلاثه وعشره صح، بس فرصه ان انا موجوده معاكي بقدر اتعلمي اصلح خدي لك. اكتسبي صح. حتى بعد ما الكورس بيخلص مش معنى كده ان علاقتي فيها بتنقطع، لا طبعا ده سنين يعني بتكملي معاها يفضلوا يتواصلوا معايا ويكلموني ويصوروا لبس اليوم ويبعتوا لي ويقولوا لي يا مدام اميره احنا عملنا كذا، اقول ما لهم شاء الله فرحانه تبقى بيهم. فرحة. حتى لو الديتيلز او التفاصيل فيها بعض الاخطاء بحاول ان انا اتغاضى عنها بس بوصلهم ليها وبعرفهم، اقول لهم انت اه بس بعد ما اكون صورت الحاجه بتاعتها وفرحتها اقول لها ايوه طب بصي بقى على جنب كده مش قدام المجموعه، صح كان في خطوه واحد اتنين تلاته اعملي كحافز كذا ليها. بالظبط. فده اللي بيزعلني لما الاقي حد بقى يقصر، انما انا بالفعل بالفعل يعني حتى لو حضرتك سالتيهم كلهم الحمد لله رب العالمين هيقول لك دايما مدام اميره بتدعمنا، لاني انا دايما بشوف في كل واحده فيهم ناجحه في انا نفسي عارفه انا انا. عامله اعداد عن حضرتك وعارفه ان انت بتدعمي كل تلامذتك. الحمد لله رب العالمين. عايزين نرجع بقى لموضوعنا اللي هي الست البسيطه المصريه اللي هي مش قادره تمام في التعليم وكده، بتبتدي معاها خطوه التصليح، بالاول بتصلح الهدوم تمام وممكن يكون ليها دخل على فكره من اكيد الموضوع ده ان هي تتني مش عارفه تخيط مش عارفه صح كده. بشجعهم واقول لهم ابداوا على طول مع جيرانكم مع اصحابكم، مجرد ما تمام تعملي ده في حصتين ثلاثه بتكون وقفت على رجليها الحمد لله. ده موضوع التصليح، بتاخديها كده خطوه بخطوه بالظبط، تصلح وبعد كده تعرف تمسك مكنه مجرد ما تفهم طب تعالي بقى ايه الوعي بقى. الله ينور عليكي ما هو ده شاء اللي الله بدور عليك. عليه، بمسكها بقى واحده واحده واقول لها طب خلاص احنا خلاص خدنا الجزء ده ورهبه الموضوع في الاول انكسرت، طب نبدا مع بعض واحده واحده. والحمد لله رب العالمين انا معايا ناس اميات موجوده في الكورس، بس بصراحه مثال مثال جميل ومشرف جدا جدا ما جدا، شاء الله ومش هذكر اساميهم لمنع ده انت احراجهم. الجميلة، ده مش احراج الله يخلي مش حضرتك. لا يعني بالفعل انا عندي قدوه جميله جدا جدا في مجموعه يوم الثلاث، السيده دي ارمله ونفسها انها فعلا كانت تتعلم التفصيل، انا فعلا سعيده وبفتخر بوجودها معايا لانها فعلا مصممه، وانا قلت لها هتتعبي وهتعب معاكي، قالت لي يا مدام اميره هوصل. ففرق بقى معاها موضوع الفيديوهات، فدايما انا بعت لها لان انا دايما بصور الحلقات بتاعتي احنا فيديوهات حضرتك ليكي فيديو هنا هنعرضه، هو بيتعرض فعلا على الشاشة تمام، ما شاء فانا الله. ببعت لهم الفيديوهات اتفرجوا الحلقه مصوره فيتفرجوا عليها مره واتنين وتلاته في خلال يعني اسبوع حضرتك بتصوري الفيديو اللي انا بشرحه وبتبعتيه هما بالظبط يطبقوا بيطبقوا، يبقى بقى معاهم يعتبر بقول لهم ايه اميره معاكي في الكورس واميره معاكي في البيت، ما شاء اتفرجي الله مره واتنين وتلاته وعشره، والحاجه اللي تقف معاكي فكرة جميلة عامله جروب جدا. على الواتساب اساليني وانا على طول في خطا صوري الحاجه وانا اردك واقول لك الخطا أزمة فين. كورونا عديتيها ازاي؟ والله انا في البيت طبعا منعا وخوفا على الناس طبعا كل واحد التزم بيته وما خرجناش فيها احتراما طبعا للوباء اللي كان طبعا موجود، فعشان ما ضرش كمان الناس اللي بتجيلي، صح بس مجرد ما الحمد لله رب العالمين الازمه الحمد لله عدت الحمد لله، وربنا يا رب كده يا يعفو رب يا عنا حبيبتي جميعا يا رب ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب جميعا بهذا يا رب. المرض. لا الحمد لله رب العالمين بدا الموضوع، بس في الفتره دي انا برضو ما قعدتش يعني انا ما اذيتش الناس بس بس كان كنت ممكن كنت مثلا زي الواتس بتقولي كده وتبعتي فيديوهات بالظبط لو اه في اي اونلاين. حاجه حد بيبعت لي على فكره بيكلمني احنا الازمه دي يا استاذه اميره يعني وصلتنا ان احنا اونلاين ونفكر وازاي نعدي الازمه وازاي نعمل حاجه جديده فعلا، يعني ما شاء بس الله. هي المشكله كلها دايما الاونلاين في مشكله واحده، انا بحب دايما التطبيق اشوف الحاجه قدام عيني مهما تتصور قدامي، مش زي ما انا مثلا برد كل واحده اقول لها انت اخطأتي في الحاجه دي فلازم نصلح دي فلازم ناخد بالنا من النقطه دي، حتى هم كتير يعني بيبقوا ممكن معايا كذا واحده في المجموعه تلاقيني انا بكلم حضرتك عيني على غيرك بيشتغل فاقول لا انت اخطأتي في كذا، قمت اميره طب انت قلت لها لا انا شايفاكي وعارفه انت اخطأتي في ايه، فاقوم ردها على طول. مش فعلا معنى كده ان انا ما مشغوله هي بحد، لازم تطبق الحمد اصل لله ده يعني معايا التفصيل يعني انا بشرح الباترون وقبل ما بتخرج لازم ترسمه قدامي على الاقل تبقى خارجه بنسبه 50% الحمد لله مستوعباه، مطبقة ومستوعبة بعد كده تروح البيت في واجبات لازم تاخدها فبتجي لي عاملاها، طب لو حاجه وقفت معاها بتبعت لي واردها واقول لها في كذا كذا تصوريها لي وريني، ولو في خطا اقول لها حطي لي عليه ريسايكل كده قولي لي ده صح ولا غلط بناء عليه اعرف صح ولا غلط. كمان بس دي واجبات طبعا ما شاء الله. علشان فعلا ما تبقى قاعده في البيت بتطبق، انا عايزه اهم حاجه اسرع انجاز في وقت بسيط،
ايوه مش مش عارف. عايزاهم يملوا من الوقت. اصل هو لازم ان فعلا تطبيق التفصيل ده طبعا بالذات، طبعا انا مش عارفه، حاسه ان انا عايزه اروح الاكاديميه ده انت واشوفك تشرفيني. بتشتغل ازاي واصورك ان شاء الله في قلب تشرفيني الاكاديميه ان شاء الله. تشرفيني وتنوريني. يعني اول ما بتخش المتدربات، يعني عايزاكي تحكي لي كده نبذه بسيطه كده، انا متشوقه. اول يوم خلص يعني انا اهو جيت لك اول يوم. تمام. اول يوم بتعرف عليهم، بيتعرفوا عليا وبقول لهم دايما بديهم الدعم، اقول لهم يا جماعه الموضوع مش صعب والله، الموضوع سهل بس دايما بنتفق اتفاق. بقول لهم دايما الحمد لله توفيق ربنا قبل كل شيء، ونعم وانا بالله. عليا 50% وحضرتك عليك 50%. طب لو حضرتك قصرتي في ال 50%، انا مش بقصر، انا بديكي ال 50% واكتر كمان، بس يهمني زي ما انا بديكي الاقي الناتج بتاعك. صح. طيب في ناس بتديني ال 50% وفوقيهم 100% بصراحه، ما واشهد لهم شاء الله. بذلك، يعني فعلا دؤوبين جدا جدا جدا. وفي ناس يعني مش عايزه اقول لحضرتك، انا بيجي لي دكاتره ومهندسات فيهم ناس بياخدوا اجازه من الشغل بتاعهم من فتره الكورس عشان يتعلموا، الكورس قد ايه؟ مدته قد ايه؟ مدته شهرين، شهرين. 8 محاضرات، ومده المحاضره 4 ساعات. وده كافي يخرج حد لو هي بيرفكت؟ طبقت بنفس الطريقه اللي انا بقول عليها، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اظن في الصور هيتشهد بذلك احنا في خلال بنعرض الفتره على دي. فكرة الصور ليك انا مش عايزه والفيديوهات اقول لحضرتك اتعرضت. من قبل ما الكورس يخلص الحمد لله في ناس بيكونوا مطبقين كل حاجه بلبس عملي وبالفعل مترجم. بالفعل. لان الاول انا ببدا معاهم الاول على قماش بافته بعلمهم عليه، علشان خاطر اكسر حديه الخوف، واني ماسكه قماشه وخفت تبوظ مني، لا القماشه غاليه لا كده. تمام وبعد كده ان خلاص شاء الله. قصينا وعلى القماشه وجرأتي، طب اتفضلي انزلي اشتري قماش. مش لازم صح. تشتري قماش غالي، غالي الحيط. بسيط يعني، بيبقى في بواقي للمتر مثلا ب 35 او ب 40 او كده، هاتيه وفصلي اغلطي مره واثنين وثلاثه و10، هتوصلي في الاخر. يعني فعلا. انا لسه واحده مكلماني من يومين ما تعرفنيش. طب ايه رجعت تاني عشان بقى لها فترة؟ الو. اتفضلي. الو. ايوه يا ايه، اتفضلي انت على الهوا يا حبيبتي. انا بس عايزه اشكر مدام اميره على بجد كل المجهود اللي عملته معانا. انا طالبه عندها في فرع مدينه نصر، حبيبتي اهلا وسهلا بيكي. نورتينا. وهي فعلا يعني انا كنت رايحه اصلا وانا بجد لسه ما اعرفش اي حاجه في الموضوع ده، وبجد هي فادتنا جدا في حاجات كتير، فيعني هي بتعمل معانا يعني مجهود جامد والله. الحمد لله الحمد والاكاديميه لله. بجد حلوه، وفعلا يعني حسيت ناس يعني بجد زي بيتي التاني دي كده، دعوة وناس كده يا كويسه آية على وكده. الهوا بقى، ان الكل يشترك في الأكاديمية ده الجميلة دي يشرفوني إن شاء وينوروني الله والله يا يا حبيبتي. حبيبتي. والله فعلا بيفيد جدا، وانا لسه يعني انا لسه في الجامعة، بس بجد استفدت حبيبتي وبحاول ما يعني شاء ان الله انا اشتغل بيه الحمد ان شاء لله. الله. ربنا يوفقك يا آية يا رب، ونورتينا يا حبيبتي. يا ما رب. شاء الله يعني نموذج جميل في الحمد الجامعة، لله. وبتتعلم لا ده كتير، وتفصيل ده كتير. وفي طلبة كمان في ما شاء إعدادي الله وثانوي في بيقولوا لي اعدادي والله انا السنه اللي فاتت جات لي بنوته انا بفتخر بيها، ما شاء اسمها الله. ندى، اسمها رنا. رنا دي والدتها جابتها لي، وكانت طبعا السكن بالنسبه للمكان بعيد جدا، ورغم ذلك ما لقتش بس ميعاد، في إصرار. غير في نص الاسبوع في قلب دراستها. مامتها قالت لي مش مشكله انها تغيب في اليوم ده، بس هي معقولة حابه. هي حابة. وفعلا كانت بتيجي كل، لان دايما احنا مره في الاسبوع، فكانت بتيجي دايما باستمرار الحمد لله رب العالمين. مش عايزه اقول لك من اكتر الناس اللي انا متذكره طبعا اساميها وسعيده بيها البنوته دي، رايحه دلوقتي تانية ثانوي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي بقى النماذج اللي الواحد فعلا زي ما انتي قلتي احنا ما بننساهاش، اه يعني نموذج كده عايز، هو عايز يوصل لهدفه او لحلمه، عايز يتعلم حاجة جديدة. بالظبط وانتي ما شاء الله يعني كونك ان انتي تفكري ان انتي تعملي اكاديمية واتنين، الحمد لله رب اكيد ده العالمين. الحمد لله مش وليد يوم ولا لحظة، لا ولا ده يعني كتير مجهود سنين وسنين وتعب، الحمد لله. ودي حاجة فعلا بجد لازم ان الناس كلها تعرفها، وحاجة تخرج للنور بالظبط ان شاء الحمد الله. لله. باذن الله هيبقى ليا لقاء معاكي في قلب ده الاكاديميه باذن بتشرفيني الله، وتنوريني بقى ونشوف بقى حد من تلامذتك وهو بيفصل. الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا اعمار اللي بتيجوا يتعلموا من سن 12 سنة، يعني انت الاكاديميه عندك بتقبل من سن 12 سنه 12 سنة لغاية 60 و65 سنة. ما شاء يعني الله. في سيدات كانوا بيشتغلوا وقالوا لك حلمنا كان واحنا بنات نتعلم التفصيل، بس ربنا ما ارادش، ووصل المراتب والمكانه ما شاء محترمه الله. جدا. ورغم ذلك بقوا بتقولي انا، بتيجي تكلمني مثلا في التليفون انا عايزه اجي لحضرتك بس انا جده، طب ايوه ينفع؟ اقول لها حضرتك على عيني وراسي. الامل بقى، يعني انت اديت لنا نموذج وهتوصلي من الصغير ونموذج كبير وهتوصلي. وفعلا وانا عندي امثله جميله، ما شاء الله. يعني من ضمن الامثله الجميله اللي بتشرف ان انا فعلا عرفتها مدام وفاء،
دي كانت بتجيلي فرع مدينة نصر ست جدة، وسيدة محترمة جدا جدا ووضعها مرموق، ورغم ذلك تقول لي أنا بحب أتعلم التفصيل. ما شاء الله وتعلمت وبسم الله ما شاء الله طلع من تحت إنتاجها حاجات جميلة جدا، وبدأت تعمل زي يوم أوبن داي كده تطلع فيها الشغل بتاعها ده. حلو جدا، الفكرة دي بقت منتشرة جدا كمان، بالظبط وبيأجروا قاعات وبيعرضوا منتجاتهم. بالظبط كده دي دعوة برضو للعمل يا أستاذة أميرة، طبعا يعني مجالنا مفتوح في العمل، الست بالذات سبحان الله يعني ربنا مديها قدرة ان هي تخلق فرصة لنفسها، بجد دي حقيقة. جميل والله. بس انا بقول لحضرتك كده، انا دايما بقول لاي سيده لما تكون موجوده معايا في الكورس اقول لها حاولي ما تيجي ما تقوليش مثلا انا كبرت او انا خلاص ما بقاش ليا لازم، اقول لها لا، لغايه ما تموتي هتوصلي وهتنجحي وهيبقى ليكي وضعك، مالكيش دعوه حتى انت كنت واخده شهاده ايه، ده انا مش دعوه بشهاده مفيش حاجة اسمها مستحيل خالص معايا الحمد لله رب العالمين. الحمد انا لله. بزعل اول لما تقول لي اصل انا كبرت، يعني ايه كبرتي؟ انت لغايه ما تموتي انت ما صح، كبرتيش، طول ما انتي تقدري تبدعي تطلعي صح انتاج، ما تقوليش انا ينفع او ما ينفعش، لا ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى دايما اعملي اللي عليكي. لدرجه في بعض الناس يقول لك طب احنا الموضوع صعب بالنسبه لنا، طب نعمل ايه؟ او لا ايه، تصدقي بنيه ان ربنا ان شاء الله يكرمك، وباذن الله رب العالمين ربنا الله، بيكرمك. جميلة دي اه والله فعلا فعلا جميلة. صري على ده وادعي ربنا كتير، فربنا ان شاء الله هيقف بجنبك باذن الله رب العالمين. احنا قدامنا دقيقتين وهنختم، حلقة تمام، جميلة ممتعة، ربنا يخلي حالك، عدت بسرعة جدا ما حسيتش بالوقت. ربنا يخليك. عايزين بقى نقول يعني كده رسالة بسيطة للأكاديمية ولحضرتك، هتقبلي من سن كام لحد كام؟ لسه قايلنا طبعا من دلوقتي 12 لغاية الستينات. رسالة كده للمشاهدين. أولا أنا بقدم شكر لكل إنسان دعمني، بقدم شكر لزوجي من أكتر الناس اللي دعمتني وقفت جنبي، بقدم الشكر لوالدي رحمة الله عليه، ألف رحمة والله بقدم عليك الشكر لأمي ربنا يبارك لي في عمرها يا رب، يا رب. ولأولادي ولإخواتي أنسام وكريم محمد ومريم وعبد الرحمن ولادي أنت جميلة، ربنا يخليكي، وبشكر كل إنسانة وكل إنسان جميل دعا لي ووقف جنبي. ويعني أستاذة حضرتك عايزة أقدم كده رسالة تهنئة، تفضلي. بقدم تهنئة لمريم بنتي ومناسبة خطوبتها من المهندس عاصم خطيبها، ما شاء الله، ألف مبروك وكمان بمناسبة عيد ميلادها، كل حبيبتي، سنة وهي طيبة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وألف مبروك. الله يبارك وبنقدم في لها حضرتك، كمان تهنئة من البرنامج ربنا ومني، يخلي حضرتك، وإحنا كمان بنشكر حضرتك ربنا يخليكي. بجد، أنا كنت سعيدة بيكي قوي. واخر حاجه طبعا ده اتفضل. خاص بالبرنامج بتاع حضرتك، ان فعلا اي حد محتاج اي مساعده اذا كانت بنت يتيمه او سيده ارمله تتفضل تكلمني على الارقام اللي موجوده، وملهاش دعوه باي تفاصيل، وان شاء الله باذن الله انا معاك في الكورس. ربنا يخليك يا حبيبتي، وانت شرفتينا النهاردة، ربنا يخلي يا عليك، رب تكون حلقة خفيفة عليكم. وبنقدم من برنامج شكل تاني، دايما متعودين كل ضيف يا استاذة أميرة بيجي سبحان الله بيقدم خدمة، الحمد لله رب فالحمد العالمين. لله دي من نعمة ربنا علينا. وبرنامج شكل تاني ان شاء الله يوم الثلاث الساعة 3:30 معايا ضيوف هتتفاجئوا بيهم، استنوني. ودايما يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم واقدم لكم حاجة مفيدة بجد، لان انا بجد والله يعني عامله البرنامج ده بحب وبقلب، ورساله بتوصل من القلب للقلب. الحمد لله رب. ان شاء الله يا رب اشوفكم على خير، واستنوني يوم الثلاث الساعه 3:30، وكنا سعداء بيكم، يا رب نكون افدناكم لا وانا كنت سعيده بوجودي مع حضرتك ومع بجد كل والله البرنامج العظيم. كله، انت نورتيني، وبرنامج جميل، والوقت عدى معاكي بسرعه جدا، ربنا يخلي حضرتك، يعني ما شاء الله قدمتي رساله حلوه قوي، نموذج الحمد من لله، الكبير للصغير، والحمد لله. الحمد لله، ويا رب ان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم، اكون ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 3:30. إن شاء الله.